بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة حسن فرج للكوميدي. يا ريت تتابع الفيديو ده معانا للنهاية علشان تعرف شروط المسابقة وكيف ترد على الأسئلة وإن شاء الله كيف تستلم جائزتك إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم في قناة حسن فرج للكوميدي. فيديو النهاردة طبعا يختلف عن أي فيديو سابق، يعني ملوش علاقة بالكوميديا ولا أي حاجة. حبيت أقول لكم النهاردة إحنا الحمد لله قربنا نوصل لـ2000 مشترك، وفي أرباح نزلت على القناة الحمد لله. فبمناسبة هذا القدر من المشتركين ونزول الأرباح على القناة، قررنا إن إحنا نعمل مسابقة أسبوعية، مسابقة حقيقية بإذن الله تعالى. إن إحنا هنقدم سؤال أسبوعي إن شاء الله. فكل ما عليك إن شاء الله إن أنت تعمل لايك للفيديو وتنزل تحت الفيديو وتشترك في القناة، وتنتظر إن شاء الله يوم الخميس الساعة 8 بالليل بإذن الله تعالى، الخميس القادم نطلع إن شاء الله فيديو في سؤال الأسبوع. هو أول سؤال إن شاء الله هيبقى سؤال ديني، تمام؟ بعد كده بس هو سؤال ديني خفيف علشان بس إيه يعني ما نخطش في الدين، يعني واحنا مثلا يكون حد مثلا متأسف يعني ما يعرفش في الدين او يقول اي كلام ولا حاجة، فاحنا هنجيب سؤال خفيف ان شاء الله ونعمل قرعة للاجابات الصحيحة ان شاء الله يعني، تمام؟ ده اول سؤال ان شاء الله يبقى الاسبوع الجاي باذن الله تعالى. تاني سؤال ان شاء الله يعني هيبقى سؤال عن القناة بتاعتنا والفيديوهات بتاعتنا، يعني سؤال كده ايه بحيث ان انت تبحث في القناة بتاعتنا شوية وتشوف ايه الفيديوهات بتاعتنا. ده تاني سؤال. بعد كده ان شاء الله تالت سؤال ان شاء الله هيبقى سؤال في الكورة، والاسبوع اللي بعد كده ان شاء الله هيبقى سؤال في الافلام العربية والكلام ده كله، وهكذا ان شاء الله يعني. وكل ان شاء الله ما المشتركين تزيد والمشاهدات تزيد باذن الله تعالى والتفاعل مع القناة يزيد، هنزود المسابقة إن شاء الله. يعني المسابقة مثلا احنا محددين المسابقة يبقى إن شاء الله كارت شحن بـ50 جنيه كل أسبوع، فكل ما تزيد إن شاء الله المشتركين وتزيد المشاهدات هنزود إن شاء الله يبقى 100. بعد كده هنعمل مسابقات إن شاء الله، يعني مسابقات مادية كده إن شاء الله يعني. طيب لو المشاهد بيسأل أنا أجاوب على السؤال إزاي، كيف أستلم جائزتي، ان شاء الله هيبقى هنطلع السؤال ان شاء الله يوم الخميس القادم ان شاء الله الساعة 8، هيبقى سؤال ديني، هناخد الاجابات الصحيحه من التعليقات ونعمل عليها قرعه ان شاء الله. كيف تستلم جائزتك ان شاء الله؟ هنسيب لينك الصفحه الشخصيه على الفيسبوك ونتواصل ان شاء الله مع الفائز على الفيسبوك ونبعت له ان شاء الله جائزته على صفحته الشخصيه ان شاء الله. نتمنى للجميع التوفيق ان شاء الله، وانتظروا السؤال ان شاء الله يوم الخميس القادم، وانتظروا تسليم الجائزة ان شاء الله يوم يعني بعديها بيومين او بـ3 ان شاء الله ابقى احدد لكم الميعاد باذن الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظرونا يوم الخميس القادم. السلام عليكم.